السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم شي شوية عن التحرش الجنسي. الجميع يتحدث عن التحرش الجنسي وكيف يحارب التحرش الجنسي، لكن الحل أعتقد أشنه كل شعر. حيدوا لي ذاك الفيلم تاع مانار ومن معاه، وحيدوا لي شي تحركات عاطفية كيديروها في التلفاز هادو زي من الأرض عليها، ما عندي ما نسالهم هادوك الناس. وفي نظركم كيفاش يمكن شاب فقير جدا ما عندوش الامكانيات باش يتزوج مثلا، وفي طور المراهقه، في نظركم كيفاش يمكن ليه يحيد عن كيفاش يمكن ليه ما يتحرش جنسيا؟ بحال هكا تقولوا لينا راه كاينين الملائكه، كاين الحيوط، راه انسان يحب ولكن باش يتزوج ما عندوش الفلوس. إذن الدولة خصها دير لي حل، حيدو التحرش. المرأة ما تلبستي واخا تلبسي ماشي جلابة، واخا تلبسي الجلابة وديري فوق الخناش تاع ميكا أو لا تاع السيما، راه لابد من التحرش. علاش؟ حيت الشاب المغربي تندوي على الخصوص، عن المغربي بالخصوص، ما يمكن ليش ما يتحرش لأنه جيعان. ما كنقولوش جيعان من الخبز، وجيعان جنسيا، جيعان من الناحية النفسية، من الناحية العاطفية. واش كاين شي حل؟ مثلا الشاب يدير 19، الدولة تزوجو ودير ليه دار ويتماشى معاه بالكريدي ودير ليه خدمة. التحرش الجنسي التلفازة عمرتوها لنا بالتحرش الجنسي، فاحنا راه كلنا مع هذا، احنا كلنا ضد التحرش الجنسي. ولكن يكون حل جذري. اجي اولدي، وليتي دابا راك عندك 19 عام، راك مراهق، اولا في واحد الوقت اللي انت محتاج لذاك الجانب الجنسي اللي بزاف د المغاربه شباب جيعانين من الناحيه الجنسيه. نقدروا نقولوا بطريقه اخرى مكبوتين. شاب مكبوت دوز من حداه فاتات، واخا تكون لابسه جلابه وما يتحرش عليها، راه كيبان ليا بحال المجتمع المغربي منافق. علما اني انا مغربي واعتز بمغربيتي، ولكن يكون حل جذري. انا كمواطن اقول وفي رايي، ولكن ما كنعتقدش الدوله غتقدر دير هذا الشيء، مع ذلك كان تعاون من جميع الجهات. بغينا نحاربوا التحرش الجنسي، حيدوا لنا بعد ذوك الافلام من الدوزيام، راه ما شاء الله. وعاد اخرت عليكم بالله ملي البنت شمعه ولابسه لبس اللي كيبانوا كاع في خاضها، وهي زوينه وكيختارهم كي الشمعه تاعهم الله يرضي عليهم، ما عندي ما نسالهم. والشاب متعطش لما هو عاطفي او جيعان عاطفيا وكيتفرج فيهم، اشنو كيبان لكم زعما ملي خرج للشارع اشنو كيبان لكم؟ وزائد ان الشارع تا هو الله يرضي عليهم بعض الفتيات، الله يهدينا جميعا، الله يهديهم، كيكملوا البقيه وكيدوز الشاب جيعان وما يمكنش يتحرش. امبوسيبل اصاحبي، انتم عارفين هذا الشيء دون النفاق. تصوروا معايا انت ولا انا جيعانين، ما واكلين ما مغدين ما والو، كتجي واحد الجماعه كتاكل في المرقه، ما عادش تسنى تقول لك اجي تغدى، غتقول لهم عافاكم اخوتي بين تغدى. هذا هو المشكل اللي كاين. دابا الدوله فين كاين الحل؟ الدوله عندها الحل الا بغات، ولا قدرت دير شي طرق باش تحارب هذا التحرش الجنسي. لا يمكن أن يحارب إلا بجهد جهيد من الدولة وبتعاون مع بعض القطاعات الأخرى إلى غير ذلك. هادشي اللي بنقول لكم، وراه اللي قلتو دابا راه كنت أكد جميع المواطنين ولا ما كانوش يكونوا 99% معايا في هذا الرأي. حي التحرش الجنسي. مازال العنف ضد النساء، هذا أتفق معكم 5000%، ماشي 100%. العنف لا للعنف ضد المرأة، ولكن التحرش الجنسي راه أنا ما متفقش معكم. السلام عليكم، أجي حي التحرش الجنسي. بحال شي واحد جيعان بزاف سيمانة ما واكل، وتجي تقول لي شوف هاد الخبزة عندك تقيسها ليا، راه غير تخرج أنت وقيسها لأنه جيعان. والفاهم يفهمو. دمتم في حفظ الله ورعايته، معكم أميو دارون كوردارون. دمتم في حفظ الله وبركاته، وإلى اللقاء.